سلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمة وسرورها، فما طابت الأيام إلا بذكركم، فأنتم ضياء العين حقا ونورها. إخواني أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مجلسكم وطاب ممشاكم، وبوئتم من الجنة مقاعد إن شاء الله. مرحبا بنا جميعا في ضيافة الله تعالى، مرحبا بنا في ضيافة القرآن، مرحبا بنا في ضيافة الترحم والغفران. إخواني أخواتي، جمعية الهداية القرآنية، جمعية الخير والبركة، جمعية الدعاء والوفاء، الوفاء للأخوات ديالنا السابقات، الأخوات اللي ودعناهم منذ قريب أو من بعيد، الكل ندعو له بدعاء الرابطة، الكل كأنه حاضر معنا، الكل كأنهن حاضرات معنا الآن. نرحب بالعائلات، نرحب بالأمهات، نرحب بالأزواج، نرحب بالأبناء، نرحب بالحفدة، نرحب بالأخوات، نرحب بالإخوان، نرحب ونحن في جمع المحبة، في جمع الصحبة، في جمع القرآن. وفاء وعطاء للأخوات السابقات، رحمهن الله تعالى رحمة واسعة، وأكرمهن في ضيافته بكرامة القرآن. إخواني أخواتي، برنامجنا في هذه الأمسية الطيبة، في هذا الحفل المبارك الرباني، ونحن نتنسم شعابيب الرحمة والغفران على الأخوات السابقات، برنامجنا بعدما تختموا، بعدما بدينا مع الخامسة، تختموا ثلاثة السلكات على الأخوات، نطلب الله تعالى يرحمهم جميعا. وبعد تلاوة القرآن، وبعد التقديم، هناك أمداحة نبوية، أناشيد إسلامية وأمداحة نبوية، ثم بعدها كلمة تربوية توجيهية في مقاصد الرجال ومحاسن الرجال، ومنهن المؤمنات الصالحات. ثم بعد ذلك إن شاء الله شواهد تقديرية للعائلات للأخوات العشر، نطلب الله تعالى يرحمهم رحمة واسعة. ثم بعد ذلك كلمة للعائلات، ثم الدعاء أسرة العشاء إن شاء الله. نطلب الله تعالى هذا المجلس المبارك السعيد فيما اجتمعنا الختم والدعاء للأخوات اللي فقدناهم لأنهم تنطلقوا معهم الدعاء الرابطة. نطلب الله تعالى يرحمهم جميعا، نطلب الله تعالى يكرمهم جميعا، نطلب الله تعالى هذه الليلة المباركة كما اجتمعنا باش ندعيو معهم ليكونوا مجموعات في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله مع أصفيائه وأنبيائه. آمين آمين. يتقدموا الإخوان ديال الأمداح النبوية، مشكورين إن شاء الله. لست أنسى الأحباب ما دمت حيا، لست أنسى الأحباب ما دمت حيا، ملتنا ولدنا ومكانا قصيرا، ولذكراهم تسيح دموعي كلما اشتقت لهم بكرة وعشيا. قد فرى قلبي الفراق، وكان يوم الفراق شيئا ثريا. واختفى نورهم واختفى.
يا خليلي خلياي ووجدي ألا أولى بنار وجدي صليا ما ودعوني أحبة قلبي ما أحبة إن جانوا وإن عدلوا فليس لي ماذن عنهم وإن عدلوا الله 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 ¡Gracias!
قد عودوني بحرق المصطفى بحرق المصطفى لا تهجروني بحرق المصطفى لا لا تهجروني بعزكم بذل في هواكم عدوني الوصال عدوني الوصال وما أطلوني ويا آل عشيرتي إن ميت شوقا فمن ماء المدامع غسلوني ويا آل عشيرتي إن ميت شوقا إن ميت شوقا يا عيني شوقا ففي أرض الأحبة فادفنوني وضعوا علامة على قبري وضعوا على قبري علامة إذا مر الأحبة يعرفوني ويا أهل الله يا الصحبة الفالحة ويا أهل الله يا الصحبة الفالحة ويا أهل الله يا الصحبة الفالحة واللي نظركم حاشا يخيب واللي نظركم حاشا يخيب صحب الفالحة ويا الله يا صحب الفالحة ويا الله يا صحب الفالحة واللي نظركم حاشا يخيب واللي نظركم حاشا يخيب لولا انتما مصلحت الصالحة لولا أنتما مصلحت الصالحة لولا أنتما مصلحت الصالحة لولا دواكم من جيت طبيب لولا دواكم من جيت طبيب ويا أهل الله يا الصحبة الفالحة ويا أهل الله يا الصحبة الفالحة ويا أهل الله يا الصحبة الفالحة واللي نظركم حاشا يخيب واللي نظركم حاشا يخيب وانشي لحماكم تيهت اللون وجهي لحماكم تيهت اللون وجهي لحماكم تيهت اللون ولا فعركم أرجى الله ولا فعركم أرجى الله ويا الله يا صحب الفالحة ويا صحب الفالحة ويا أهل الله صحب الفالحة واللي نظركم حاشا يخيب واللي نظركم حاشا يخيب ونزيل حماكم تيهدلوني ونزيل حماكم
مهما كنت يهدلوني وجي لحما كنت يهدلوني ولا فعركم أرجى الله ولا فعركم أرجى الله ولا الله يا الصحبة الفالحة ويا الله يا الصحبة الفالحة ويا الله يا الصحبة الفالحة واللي نظركم حشايخي واللي نظركم حشايخي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه